اتيكات تقطيع التورتة. أول حاجة خالص بشيل الشريطة اللي موجودة فيها بحطها على جنب، وبعد كده بشيل الحاجة الشفافة اللي موجودة، بدور فين مكانها وبشيلها بالراحة بالشكل ده وبحطها في الطبق المخصص على جنب. وبعد كده باخد السكينة بتاعتي وهبتدي أقطع التورتة. عندي طريقتين صح لتقطيع التورتة، لو عندي عدد كبير من الناس أو أطفال كتيرة بقطعها بالشكل ده، وبعدين باخد الناحية التانية عشان يبقى قطع كتير وصغيرة بالشكل ده. دي طريقة، وفي طريقة تانية من النص بقطع كده، وبعد كده بقطع الناحية التانية من النص التاني، وبعد كده هقطع مثلثات صغيرة. ممكن هنا مثلا أقطع ثلاثة مثلث، في كل قطعة هقطع ثلاث مثلثات بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده، حسب طبعا العدد اللي عندي. ودي طريقة لطيفة، عندي طريقتين زي ما قلنا، لو عندي عدد كبير هقطعها صغير صغير بنفس الطريقة الأولانية، لو العدد عندي مش كتير بقطعها بالشكل المثلثات الشكل ده حسب العدد زي ما احنا شايفين. دي طريقة اتيكات تقطيع التورتة، واحط السكينة بتاعتي، وبعد كده بجيب الشيالة بتاعت التورتة واشيل بيها واساعد بشوكة واحط في الطبق. ألف هنا، وأشوفكم فيديو تاني إن شاء الله. باي باي.